أكبر حصل سمعة حدار بأولها وبتاليها هالدنيا تدوي بيها يا معركة هالدنيا يا معركة بماضيها هالدنيا تدوي بيها أولها وين هالدنيا تدوي يا معركة بماضيها هالدنيا تدوي بيها بس هالمرة راح عيد المستحيل يا معركة بماضيها هالدنيا تدوي بيها يا معركة بماضيها هالدنيا تدوي بيها صارت باسم الأكبر حصل سمعة حدار بأولها وبتاليها هالدنيا تدوي بيها يا معركة معظيمة هلا هلا صارت باسم سمعة حصلها بوقعت بدور حدار من شبابي وسجل التاريخ اسمه حيدر أشجع أصحابي كانت الأبطال يمه تصير وتذل وتهابي ولبين ويد وصلت القصة ولعيد مرحب قلع بابي واليوم الأكبر ينحسي مثله وبالحومة صليب بالشدة أصبح ينديب من بعد جدة وغيابه صاح الحسين باسمه بشدة الطفو الأزمة صاح الحسين باسمه بشدة الطفو الأزمة أول فدائي يريده يضحي بشبابه وجيده بروحه الذي يضحيه هالدنيا تدوي بيها يا معركة هالدنيا صارت الاسم حصلها سمعة أولها وبتالي إلى الشيخ عبد الحسين أبو شبع سمعة حصلها بوقعت بدور حدار من
شبابي وسجل التاريخ اسمي حيدر اشجع اصحابي كانت الابطال يما تصير وتذل وتهابي ولبين ود وصلت القصة ولعيد مرحب قلع بابي واليوم الاكبر ينحسب مثله وبالحوم صليب بالشدة اصبح ينديب من بعد جدة وغيابه صاح الحسين باسمه بشدة الطفو الأزمة صاح الحسين باسمه بشدة الطفو الأزمة أول فدائي يريده يضحي بشبابه وجيده بروحه الذي يضحيه هالدنيا تدوي بيها يا ما ركب حيدر جندل ابن ويد هذا جندل ابن غاني ابن غاني بطل قاد المعركة اشجع الوادي وهذا الشاب وهاي اول معركة مجرد صاري والعدو تشوفه بقراره نفسه من هالفعل نادي يشريد الناس تغيره يظل هذا راسه يطيره نفسه بقيت متحيره على الموت تشوف قادم كل الصفوف تشاهد صارم علي والسعيد كل الصفوف تشاهد صارم علي والسعيد صاحبها راحت روحي وتوهدن بهالروح غربة وعلي راعيه هالدنيا تدوي بيه يا ما ركب حيدر
اخواني وراكم ازياء وجعان خدمتكم انا. طلع حيدر باب خبر هذا مثل بالسجية قلع أضخم قلعة كانت بالحروب لأشرار مية علي بوقعة بدر كان وجالها حامل حمية وهذا وين يجول هاي المعركة بالغاضرية يقلب الصف على صف غدا وش فكرت بيه العدا قالت الشمر بساعدة هاي شمرة حيدرية اي نعم حيدر جدة وهالشمرة صارت عند